فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. دا سيلفا لحراسة المرمى خالد عيسى، 23 محمد علي غريب، رقم 3 سالم الجابري، رقم 5 اسماعيل احمد، رقم 44 سعيد جمعة، رقم 8 اللاعب اسلام خان، 13 الفريق العناوي تراجع كثيرا في نتائجه وبمردوده بعد المردود البطولي والانجاز التاريخي المتمثل في نهاية اصفهان 4-0، هنا خطيرة للعين ويغادر حارس براد جونز، كرة من براد جونز التماس. اقرأ الإحصائية لماذا يحدث للكبير العناوي، هنا كرة ستعود من الركنية للنصر، النصر يدخل مباراة بشكل أفضل، هذا إسماعيل محمد إسماعيل أحمد، هو كرة في الكورنر، الركنية الأولى في المباراة من دار تمليح، وصلت على اليمين سلطان الغنام، سلطان وفي خطأ على نور الدين مرابط، في عملية دفع واضحة يستفيد من الخط الياباني الساموراي 4-0، عودة مع يحيى الشاري، هذه خطيرة، كرة من يحيى، يحيى الشاري على القائم الثاني والدفاع 0-0، وصول الدقيقة 10، كرة في التوز عربي في المونديال، كرة خطيرة ولا باكونجو وضعت الفرصة من التوغولي، ما تضيعش، يهرب الشاري، يحيى الشاري يلعب كرة لمرابط وفي خطأ، وفي خطأ يستفيد منه الدفاع العناوي بصافرة البحرين يا الجار نواف، شكرا لك، مباراة عالمية، والكرة من كايو، خطير البرازيلي كايو السريع والركنية للعين، ضربة زاوية للفريق الإنجليزية توش تماس راسية سعيد وكرة خطيرة الهدف الأول 1-0 ولك التسلل 1-0 ولك التسلل، خطير جدا اللاعب التوغولي لابا، منذ أن شاهدناه في الكرة المغربية، كرة من شوتاني تلعب الكرة برمان أحمد يخسرها، هو الدفاع النصراوي يكسب خطأ بسقط دفاعي يستفيد منه الفريق الإماراتي، كرة جول، كرة جول وجول جول 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 1-0 للعين، أي خطأ من الجهة اليسرى لدفاعات الفريق النصراوي، هدية وكادو، واللاعب رقم 36 لا يترك الفرصة تمر، 1-0 من سجل هدف أعتقد عمر ياسين، سنرى ونتأكد من هوية الهدف، الهدف الأول للفريق العناوي، هذه هي ردة فعل العين بعد الخسارة من بطل إيران، نعم هو عمر ياسين، عمر ياسين يضرب كرة في منطقة الجزاء مع دفاع مشتت، والتعادل ممكن وينه حمد الله، والصافرة ترفع، الصافرة ترفع، دفاعات الفريقين يعانيان يعانيان، الدفاع النصراوي يعاني والدفاع الإماراتي في برشا، يلعب الكرة الفريق الإماراتي، مراوغة توغل عرضية وبرادية كرة لفريق الشامس، باس ممتازة فماش تسلل وفما حارس، فماش تسلل لكن فما فريق لاعب عمر ياسين، النصر انتظر كايو أو لاباكوجو فجاء عمر ياسين، دان الكرة ضاعت، ضاعت الكرة وارتباك يا إماراتي وفرصة وهدف ضاع، هدف ضاع، كم كانت قريبة، كم كانت قريبة كرة المغربي عبد الرزاق حمد الله، والعناوي انك تخاف، هجومية كرة خطيرة وفرصة للثاني، ولاني الشاري على القائم الثاني، مرابط يمشي خطأ بورقة صفراء على برمان، أحمد برمان والفاول التكتيكي، خطأ تكتيكي يتحدث مع خالد عيسى يقول له ما فماش خيار، لو تركته لكان هدف، سريعة هي المباراة، خطيرة هي وعبد الرزاق حمد الله، كرة تمشي للفرقة السعودية، ينطلق حمد الله، حمد الله وكرة قريبة جدا، خلتها شخصيا في المرمى، صورت أنا في الجول يا حمد الله، الإماراتي كرة طويلة أمام لاباكوتشو موجود الدفاع عن طريق عبد الله، كرة تختار الفريق العناوي، فرصة للثاني لاباكوتشو، برافو براد جونز يقطع الطريق براد جونز على الهجمة الإماراتية الخاطئة، ماتش كارثي الأسبوع الماضي والخسارة بالأربعة، هنا كورة وتسديدة ومرة أخرى حمد الله، ممتاز جدا هذا المهاجم المغربي، لاعب ذو إمكانيات قوية جدا، هدف من أعلى دائما وأبدا للحارس، حذر يا عيسى
يضغط نوردين مرابط يتقدم السريع القطار كايو وصل كرة وملعوبة بعيدة كانت محاولة أخرى خطيرة ضد نجي فماش تسلل فملابة يتقدم كوتشو برميزو بمستواه العالي بخبراته في البطولة في ديربي موس وفرصة وكرة الهدف الثاني وضاعت على فريق العين جوليانو يتقدم جوليانو يدخل اللمسة كايو القطار كايو الثاني كايو مش ممكن ماذا فعل كايو ماذا يفعل كايو بجمهور العين خطيرة وملعوبة مرة أخرى في ظهر الدفاع يعاني بشكل كرة في الانطلاق عن طريق الهجوم يمشي فماش تسلل لكن فما دفاع وفما تسلل بنوع من التأخير رفع الراية كرة طويلة في ظهر الدفاع جيل يسرى تعاني من الفريق النصراوي ومعادل إمكانية الغنام سلطان عدى سلطان كرة أخيرة يحيى الشاري والتعادل الحكم يلغي الهدف لجوليانو أو حمد الله يسجل هدف أبيض هدف ملغي من يحيى طلب الكرة عن طريق الهجوم حمد الله والدفاع الضغط يستفيد والانطلاق من الغنام والحارس عيسى يتفادى حتى الركنية ترجع عرضية والدفاع يستأسد من الفريق الإماراتي رقم 3 جابري تلعب لوحدة 2 خطيرة جدا والرأسية والدفاع كان قريب من هز الشباك كانت كرة قريبة جدا لهز الشباك من الفريق الإماراتي تلعب بالرأس خطيرة يطلق فيها كايو وفما تسلل استنى طبعا المساعد إلى حين لمس الكرة ثم هذه العملية تتكرر 19 مرات تلقى من مرابط ممتاز وفي خطأ وفي ورقة فماش كلام في خطأ وفي ورقة على محمد علي غريب ماذا قرر الحكم يحيى الشهري باليسار ينفذ باليمين مرابط أعتقد أحسن الشهري كرة داخلة من الشهري لمرابط وهدف التعادل وهدف التعادل للفريق النصراوي النصر يعادل أرقام يا سادة بنفس الطريقة محمد ومختار علي مثل هذه الكرة الداخلة الصعبة جدا على المرمى العناوي الذي يؤمنه هذا المساء الدولي خالد عيسى والكرة في الشباك 1-0 كانت عن طريق عمر ياسين وهدف لهدف عن طريق مختار علي النصر عائد لكم من جديد يا آسيا هدف التعادل الفريق النصراوي شوف الكرة خرجوب جوليانو يلعب الكرة للمغربي مرابط يوزع حمد الله الهدف الثاني تحسه قريب من فريق النصراوي ممتازة جدا انت يا نوردين مرابط الكرة تبقى سعودية بالرأس ورائع انت يا عيسى اي نصر يريد النصر اي نصر يستاهل النصر اي نصر بذكرياتي هدافين بذكرياتي مبدعين لعب في الشوط الثاني وقت الانتصار للنصر والعين مرابط يعطي باس كورة لحمد الله يشوت والكب الثاني ضاع الكنترول اسلام لكن ملعوبة والحارس جونز وادرت الكورة وضاعت الفرصة العين يهدر فيما لا يهدر براد جونز حط الكورة قد النصر لترجع له بالرأس كرة يخرج فيها الحارس سهلة خالد عيسى كرة لخالد كرة طويلة سهلة في مرمى حاولت للتوزيع التحضير ممتاز هذه هي معروف جمال ضيع المباراة كرة الهدف الثاني يا خالد اخربتها هدفك لن يبقى خالد سيبقى في ذاكرة العناوين مؤلم وسيبقى في ذاكرة حمد الله على اساس الجرينتا والرغبة والاصرار النصر يخطف المباراة الا ما اقول لكم ان النصر سيسجل
مثل ما سجل العين. وتذكروا يا نصراوية أني وعدتكم بهدف من حمد الله. ها هو حمد الله، ها هو حمد الله، والحمد والشكر لله، يقول المغربي عبد الرزاق.